لا أحد يمتلك الشخصية القيادية كما هو الضابط في الحياة العسكرية وحتى في الحياة المدنية. لذلك هذا تحدي آخر ومهمة أخرى تضاف إلى مهام الضباط. هل خطر لك أن تسأل لماذا يكثف النظام حالياً من أعطياته لقواته المسلحة؟ والبرنامج اليوم قدر يقدم منح وصلت تقريباً بقيمة 1,451,000,000 ليرة ل1,818 جريح من الجيش والشرطة والقوات الرديفة. ولماذا يهب مع زوجته لالتقاط الصور معهم والتقرب منهم بعد سنوات من الانشغال؟ أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2023 المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين. وأي منفعة ينتظرها أصلاً من جيش مفكك ممزق بات قطاعات من التعفيش والنهب والولاءات؟ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 21 القاضي بصرف منحة مالية. خلال شهرين تقريبا أصدر رئيس النظام بصفته القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة عدة قرارات تخص المؤسسة العسكرية، جوهرها منح مالية ومكافآت نقدية ووعود أخرى بتحسين ظروف الخدمة والحياة مع ارتفاع نسبة الغلاء وخطورة الانضمام إلى جيشه. فقد استهل الأسد العام الجديد بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والقتلى من الأقساط المترتبة عليهم للمؤسسة الاجتماعية العسكرية المعنية بتأمين مستلزماتهم بجودة مقبولة وأسعار مخفضة، كما تضمن القرار تسديد الأقساط المترتبة على المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي، ثم أتبعه بقرار ثان بتقديم منحة مالية لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية السورية تتراوح قيمتها بين 10 دولارات و30 دولاراً بحسب الاختصاص العلمي. ليس هذا فحسب، فقد أصدر الأسد قرارات تخص قيمة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب، بالإضافة إلى زيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين، كما سمح للضباط المحالين للتقاعد من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية لمدة سنة قابلة للتمديد. ثم أعلن الأسد عن مرسوم تشريعي يجيز للمكلفين بالخدمة دفع بدل نقدي عن الخدمة الاحتياطية على أن يكونوا قد تجاوزوا سن 40. إلا أن الفرحة والمأزق اجتمعا معا في قرار تسريح شرائح كبيرة من المنضمين إلى قواته المسلحة، الأمر الذي أسعد العسكريين المسرحين لكنه أوقعهم في فخ حياة مدنية لم تكن تنتظرهم، خاصة أن غالبيتهم أمضوا أكثر من نصف عقد في الاحتياط وخرجوا منه بخفي حنين بعدما فقدوا أهم مرحلة من أعمارهم لتكوين ما يسعى له البشر الأسوياء، حياة آمنة ومهنة مستقرة. 20 دولاراً تتبعها أخرى تدفع لمرة واحدة لا تغير الموازين في جيوب المستفيدين، لكنها تثير رضاً ضمنياً في موسكو وغضباً شبه معلن في طهران، إذ يسعى الأسد من وراء ما سبق لإعادة بناء قواته المسلحة على جميع الأصعدة من الشكل التنظيمي إلى الأعداد البشرية إلى استمالة حاضنته وحواضن أخرى إلى إعادة الولاء والمركزية في قواته إلى سابق عهدها، لا سيما أن العقد الأخير شاهد انشقاقات كبيرة وعزوف آلاف الشبان عن الالتحاق وانضمام غيرهم إلى تشكيلات مسلحة تدفع أكثر مثل الميليشيات الإيرانية والفيلق الرابع والفرقة 25. وقال مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد سليمان إن النظام اتخذ قراراً بالبدء بخطة الإصلاح في المؤسسة العسكرية، وذلك بصمت وسرية من دون توجه إلى العلن. المشروع الوطني للإصلاح الإداري يعني هو مشروع أستطيع أن أقول هو دائم الإصلاح، عملية دائمة لا تتوقف، ولكن السيد الرئيس حقيقة كان قد بدأ بالمؤسسة العسكرية قبل أن يعلن هذا المشروع بالمؤسسة الأقرب إلى قلب سيادته كما عبر شخصياً،
ضبضبة متأخرة وقرارات لن تصلح بعطورها ما أفسدته جرائم الحرب وعمليات النهب والتعفيش والحصار والتهجير القسري، لكنها أي الضبضبة تقدم للأسد أملاً صغيراً في إعادة تشكيل وزارتي الداخلية والدفاع على قياسه الخاص بعدما تعددت ولاءات من فيهما لصالح طهران وموسكو ومن يدفع أكثر، خاصة أن اقتصاده المنهار وخزينته العاجزة لن تسمح له بالتطول أكثر في العطايا والمكافآت، إذ بلغ عجز الموازنة في عام 2024 9400 مليار ليرة، ما اضطر كثيرا من القادة إلى الانضمام لفريق عائلات الأسد الخاص بالإتجار بالكبتاغون للحصول على حوافز أكبر من تلك التي تعطى لجنود باتوا يقولون على اختلاف مللهم ومذاهبهم، ألأجل 20 دولارا نقتل أو نتعرض لعاهات مدى الحياة؟ ترى الدراسات والأبحاث أن التغيير الخطير طرأ في جيش النظام منذ عام 1963 وليس في 2011 فحسب، يوم ربط حافظ الأسد الجيش بحزب البعث وأفكاره مختزلاً سوريا بالحزب ومن ثم بالقائد الذي صار الجيش بيده أداة ضاربة وسلاحا فتاكا لحمايته مع عائلته، وهذا من جلى في مناسبات كثيرة من أحداث الثمانينات إلى انتفاضتي القامشلي والسويداء ثم اندلاع الثورة، ما يلغي أي احتمالية لإعادة تلك القوات كجيش نظامي ويحيلها إلى مجرد جماعة مسلحة مخصصة لحماية عرش الرئيس وإمبراطوريته الخاصة.